مؤسسة حياة كريمة نظمت مبادرة من إنسان لإنسان في استاد القاهرة. في الحقيقة الفعالية دي اتكلمنا عنها قبل كده في صباح الخير يا مصر، وقلنا إنها من أهم الفعاليات اللي هتخلي الطالب المصري يعني يرتبط بالطالب الفلسطيني ويرسل له رسالة من خلال تواجده في المدرسة أو الجامعة المصرية. الفعالية دي شارك فيها طلاب المدارس والجامعات المصرية علشان يتم تعبئة عدد كبير من المواد الغذائية لدعم أهالينا في فلسطين، وأيضا كان في عدد من الأنشطة ورش العمل بجانب إطلاق 500 فانوس طائر كدعوة للسلام لوقف جرائم الحرب والتهجير ضد أطفالنا ونسائنا في فلسطين. خلينا نتابع تفاصيل أكتر من الكاتبة سماح أبو بكر عزت سفيرة حياة كريمة واللي طبعا شاركت في الفعالية. أستاذ سماح صباح الخير على حضرتك. اهلا صباح النور يا هنا، اهلا بيك، صباح الخير يا مصر، واهلا بيك الصف، اهلا بيك. صباح النور. لما نتكلم عن مبادره من انسان انسان لدعم اطفال غزه، نقدر نقول وصلنا لايه لغايه دلوقتي؟ والله الحقيقه هو كان يوم الحيث ومثال جمال، لانه احنا يعني اثناء الدراسه يوم الاجازه دايما بيبقى اليوم اللي الطفل بيستناه عشان يخرج يلعب، يعني يمارس هوايات وانشطه، ولكن انه اليوم ده يبقى جاي بمنتهى الحماس ومنتهى الفرحه عشان يشارك في فعاليه من انسان لانسان، وهو عارف هو جاي عشان ايه، جاي عشان حاسس باطفال غزه اللي بيعانوا واللي محتاجين اي دعم واللي منتظرين اي طبطبه او لمسه حنان او شعور بانه احنا معاكم. دي حاجه الحقيقه كانت في منتهى الرقي ومنتهى الجمال. انا يعني كنت بحاضر للولاد اللي هم في سن ابتدائي واعدادي، اتكلمنا في الاول، هو ما كانش يوم بس لتعبئه الكراتين، هو اليوم كان فيه فعاليات كتير وانشطه، كنا بنتكلم مع الاطفال عن اهميه العطاء واحنا دورنا ايه في المجتمع وايه الاثر اللي احنا بنسيبه. هل ان احنا نبقى موجودين في مكان مجرد ان احنا تواجدنا بس ان احنا موجودين، ولا القيمه اللي احنا بنعملها، التصرف اللي احنا بنعمله، العطاء اللي احنا بنقدمه، اللي حتى لو لشخص ما نعرفوش ولكن احنا ده كمان ازاي بيدينا نوع من السعاده، بيدينا نوع من الاحساس ان احنا كمان موجودين واحنا حاسين واحنا مشاركين. فالاطفال كانت جايه الحقيقه وكلها حماس وكلها عندها استعداد انها تقدم يعني كل ما تستطيعه عشان تشوف بس ابتسامة رضا على وجه أطفالهم وإخواتهم في غزة. طب حضرتك لما اتكلمتي مع الأطفال كان إحساسهم إيه؟ إن هم يعني من خلال تواجدهم في مصر هيبعتوا أو هيشاركوا أو هيتفاعلوا مع القضية الفلسطينية بإرسالهم مساعدات لإخواتهم في فلسطين؟ هم كانوا الحقيقة متفاعلين جدا، وكانوا حاسين بمدى المعاناة اللي بيعانوها أطفال زيهم، مش قادرين يعني يمارسوا حياتهم الطبيعيه ولا يروحوا مدارس ولا يعيشوا حتى حياه طبيعيه. دي كانت الحقيقه وصلهم بشكل كبير جدا، وكانوا متاثرين جدا، وكانوا على استعداد ان هم كمان يروحوا مش بس يبعتوا مساعدات، يعني عايزين هم بنفسهم يروحوا، عايزين يروحوا يزوروا الاطفال المرضى اللي في مستشفياتنا. حاسين بالقضيه وحاسين بدور مصر على مر التاريخ، ان مصر دي الشقيقه الكبرى اللي دايما بتدعم كل اخواتها من البلاد الاشقاء. مجرد ما يحصل اي ازمه في اي بلد تكون مصر هي اول بلد بتساعد وبتقدم، رغم انها ممكن تكون هي نفسها بتمر بظروف، بتمر يعني بفترات محتاجه هي نفسها يعني دعم، لكن هي نفسها مجرد ما يحصل اي مشكله بتبادر، ما بتفكرش في نفسها. فده كمان القيمه اللي حبينا نوصلها للاطفال، ان انت وقت ما بيبقى فيه ازمه الواحد بينسى نفسه وبيتجه على طول للشخص او للبلد اللي فيها ازمه، وكل ما يستطيعه ممكن يبقى حاجه هو محتاجها ولكن في اللحظه دي ما بيفكرش في نفسه بيقدمها. القيمه اللي بنديها للطفل في السن ده هتفضل معاه طول العمر، واليوم ده الاطفال مش هتنساه وهيفضل معاها طول الوقت، وبعد كده قيمه العطاء وقيمه المشاركه والتطوع خلاص هيترسخ فيهم، مش بس يعني لشخص يعرفوه، لا ممكن حتى لحد ما يعرفوش في ازمه هتلاقي حضرتك ده بقى خلاص جزء من شخصيتهم. فالحقيقه يعني انا كنت سعيده كمان بوجود اطفال في مراحل عمريه مختلفه من ابتدائي لحد اعدادي ثانوي وجامعه، كل المراحل كانت موجوده وكله على قلب هدف واحد وحلم واحد، ان هم يشوفوا اخواتهم في فلسطين يوما ما زيهم واحسن وبيمارسوا حياتهم الطبيعيه وبلدهم في خير وبلدهم حره. اكيد الحقيقه يعني كان يوم
مشحون بالفعاليات وبالمشاعر الجميلة، ويتصفوا كلهم على ان كل واحد ماسك الكرتونة، وبسرعة بيجروا كل واحد عايز يخلص الكرتونة، وبعد كده يكتبوا كلمات من القلب لإخواتهم هناك، ان ينصركم الله فلا غالب لكم، وكلمات كلها مشاعر حقيقية، مشاعر هتوصل حتى يعني من غير كلام. أكيد إحنا شفنا يمكن رسائل الدعم دي موجودة على الكراتين، الولاد كانوا عايزين تبقى مكتوبة على الشاحنات نفسها وهي بتوصل لإخواتهم في غزة. يعني الفكر التوعوي أو الدور التوعوي اللي قامت بيه المبادرة، إحنا مش بنتكلم فقط في معونات أو إعانات غذائية، إحنا بنتكلم في دور توعوي كان مهم جدا يحصل للأطفال في مصر وفي الأطفال في العالم، خصوصا إن إحنا شايفين العالم كله بيغض الطرف عما يحدث للأطفال في غزة. هو طبعا ده مهم جدا، يكفي ان الطفل قعد يوم كامل، يعني شوف حضرتك احنا دايما بنقول الأطفال طول الوقت ماسكه الموبايلات منفصل عن الحياة الاجتماعية، ولكن حضرتك انه يوم كامل، يوم الأجازة اللي هم بيستنوه في الأسبوع، يوم كامل جايين من يعني الصباح الباكر من الساعة تقريبا 9 أو قبل 9 جايين كلهم مجتمعين بيقضوا يوم كامل بعيدين عن أي بقى مؤثرات خارجية ولا حاجات ممكن تشغلهم، ولكن كلهم مركزين في الهدف اللي هم جايين عشانه. ده طبعا بالنسبه للاطفال، حتى عموما السنوات الاولى في عمر الطفل هي اللي بتشكل شخصيته فيما بعد. فان الاطفال في السن ده يبقى في دور توعوي ان هم انتوا لازم تشاركوا، انتوا ليكوا دور، انتوا مهما كنتوا صغيرين لا تقدروا تقدموا حاجه. طيب لما بنزرع في الطفل الاحساس ده، ثقي حضرتك ان بعد كده بتلاقي شاب واعي مسؤول حاسس بدوره في المجتمع ناحيه بلده اولا بالزبط. وناحيه اي يعني اي حاجه يقدر يقدمها في اي مكان اخر هو موجود فيه. ده طبعا في المستقبل هيخلق عندنا جيل من الشباب ومن الرجال ومن الفتيات والنساء قادر انه حتى يبقى يعني له كلمه وله صوت وله وضع وله كيان وله عمل يقدر يقدمه المجتمع، وما يستناش بس الدوله هي اللي تعمل كل حاجه. صحيح صحيح. بصفتك كاتبة يا أستاذة سماح متخصصة في أدب الطفل ويعني بتتعاملي مع أطفال كتير، تأثير اللي حصل في غزة دلوقتي على الطفل المصري كان عامل إزاي؟ يعني قبل كده ما كانش فيه وعي بالقضية، لا ده جيل كامل مش الأطفال بس، من الأطفال وهنقول من الزد جنريشن أو من المراهقين اللي في الفئة العمرية يعني من 17 ل 25، النهاردة في وعي كبير جدا فيها مدارسنا وجامعاتنا، لمستيه ازاي ومن خلال يعني قراءاتك ككاتبه في مجال ادب الطفل؟ لا القضيه بقت في قلب كل طفل، يعني ما عادتش كلام بيسمعوه مثلا ممكن في نشره الاخبار ويعدي عليهم كده زي ما بنقول مرور الكرام، لا عارفين القضيه وحاسين وبداوا يهتموا بالتاريخ وتاريخ فلسطين وحرب 48، يعني بدات المعلومات اللي كانوا ممكن حتى يقروها في كتب الدراسه لمجرد انه هيقروه عشان يمتحنوا فيها، لا بدات تبقى جواهم، بداوا يتكلموا مع بعض فيها، بداوا يحسوا بالقضيه، بداوا يحسوا ان هم ليهم دور، ان هم على الاقل ان هم يبقوا حاسين باخواتهم هناك ويقدروا يقدموا لهم اي حاجه. ده في حد ذاته مهم جدا الاطفال تبقى واعيه وعارفه، خصوصا ان احنا في عصر السماوات المفتوحه، لما يعرفوا المعلومه الصحيحه المعلومه الحقيقيه ويبقوا فاهمين الوضع ايه على ارض الواقع، غير لما يتلقوا معلومات ممكن من اي جهه مختلفه تشوش عليهم الحقيقه ويبقوا مش فاهمين فين الصح وفين الغلط. فان احنا نقدم لهم المعلومه الصحيحه من خلال بنشرح لهم ايه اللي حصل قبل كده وعلى مدار التاريخ التطورات اللي حصلت ودور مصر ايه فيها على مر التاريخ، ده بيخليه عندهم وعي وعندهم خلاص حصانه ان هم مش اي معلومه يسمعوها او اي راي يعني هيسمعوه او حد يقوله لهم او يشوفوه حتى على شاشات التلفزيون او على اليوتيوب صدقوه. طبعا الوعي ده مهم، بعد كده هتحس حضرتك ان خلقت طفل فضيلة انه ما يصدقش اي حاجه بيسمعها الا لما يتاكد منها، فالقضيه دلوقتي بقت لا ما بقتش حاجه بعيده عنهم، ما بقتش حاجه يعني مش مؤثره في حياتهم، لا مؤثره وحاسين بان هم يعني لازم يبقى لهم دور فيها. واللي حصل الحقيقه في الفعاليه في مبادره من انسان لانسان ده بياكد ده، الحماس اللي كان موجود
عندهم الشغف اللي شفته في عينهم وهم بيسمعوا. طب انا عايز استغل النقطه دي استاذ سماح واسال حضرتك، الدور التوعوي للمبادره كان توقف عند فين؟ يعني اتكلمنا في اهميه المساعدات وفي اهميه الدعم، ولا اتكلمنا في خطوره التهجير لاشقاء الفلسطينيين، واتكلمنا في الدور المصري، واتكلمنا قد ايه مصر حريصه على الدعم الاخوه في فلسطين وفي نفس الوقت حريصه على الامن القومي؟ كل ده تم تبسيطه وتوضيحه للاطفال؟ طبعا طبعا، واتكلمنا عن دور مصر وعن سيناء وقد ايه مصر ضحت بشباب ورجال ودماء روت ارض سيناء عشان نقدر نسترجع ارضنا، وقد ايه الارض دي مهمه، وقد ايه هم كمان ارضهم مهمه، وان التهجير ده ضد القضيه مش مع القضيه ابدا. نعم. ابدا. فاحنا ازاي ما بنحافظ على ارضنا، هم كمان لازم يحافظوا على ارضهم لان دي ارضهم. مجرد التهجير ده يبقى خلاص هم يعني ضحوا او هم استسلموا او هم خلاص شايفين انه الحل ان احنا نسيب، يعني حتى بشكل بسيط احنا لما بيتنا يحصل فيه حاجه، ابسط حاجه ان احنا نسيب البيت ونروح نقعد في حته ثانيه، ولا كل ما نستطيع من قوه ان احنا نحمي هذا البيت ونرجع حقنا فيه. يعني بحكايه حتى بسيطه كده تقدري توصليها للاطفال، ان لا مش معنى ان حصل عندي مشكله احنا نقف ونقول خلاص، ولا نستسلم، ولا نقاوم، واشقائنا بيساعدونا وبيدعمونا وده بيدينا قوه اكثر ان احنا لا نستسلم، ولكن مش الحل هو التهجير ابدا ابدا ابدا. التهجير ده يعني ده مش حل، ده بيزود المشكله وفي الوقت نفسه ما مهما بيقضي على القضيه الفلسطينيه كلها. صحيح 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 صحيح. بنشكرك. فكمان قيمه سينا وعلى مر التاريخ كل اللي ضحوا بحياتهم عشان نرجع ارضنا ده كان مهم جدا يعرفوه. صحيح. شكرا لك الكاتبه سماح ابو بكر عزت، الكاتبه المتخصصه في ادب الطفل وايضا سفيره حياه كريمه. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. شكرا جزيلا.